الاحتلال نجح بشكل كبير بتهويج جزء كبير من الخليل وتحويل الخليل إلى جيتو، وبالتالي المطلوب هو تفكيك هذا الجيتو اللي هو المستوطنات الذي يحاكي العهد النازي. زرت جنوب إفريقيا مرتين التي يقارن فيها الأبرتهايد بالعالم، ورحت على جنوب ورحت أيضا على الجزء الشمالي من إيرلندا المحتل من بريطانيا. لا يوجد أبرتهايد، لا يوجد أبرتهايد كما هو في الخليل، لا يوجد له مثيل في كل من العالم.